الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاث أربع ملاحظات قبل ما نبدأ، وآمل من الجميع الاستماع 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 لها جيدا. الكل شباب صبايا التفاعلي المسجل المراكز، لأنه في ناس بنسى شو بحكي. ملاحظة رقم واحد، ثلاث موضوعات واحد جبت سيرته هيك مرورا وثلاثة ما جبت سيرتهم أمامكم بانتظار ما ستسفر عنه قرارات وزارة التربية والتعليم القريبة جدا. حركة التوافقية البسيطة، تأجيل بسيط إلها فيما لو أقرت. حركة التوافقية البسيطة، برهان نظرية مشتقة الإيكو إكس ما برهنته أمامكم، وموضوع في التطبيقات معدل التغير واللي جبت سيرته إشي بسيط كان ما هي قيم إكس التي يكون الاقتران عندها غير قابل للاشتقاق. هي قضايا جدلية ما رح ألغيها إذا أقرت الوزارة، ورح أكون تارك لها حصة في آخر الوحدة الأولى بس أخلص التطبيقات الهندسية. ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اثنين، بس ننهي بإذن الله تعالى الوحدة الأولى واللي غيرنا ترتيبها تغيير جذري، وكلكم الآن صرتوا تستوعبوا ليش غيرت الترتيب. كان أنا بهمني، حكيته هذا المرة الماضية، في الأول إنكم تشتقوا تكونوا متينين في الاشتقاق فخمين في التفاضل، بعدين دخلنا على التفاضل على التطبيقات. أول باب طرقنا الفيزيائية، الكتابة مركز كثير على المشتقات، لعبتنا طلعت وإحنا ركزنا على المحتوى، متى الجسم يتوقف، متى الجسم يعود إلى موقعه الابتدائي، السرعة متى تكون موجبة متى تكون سالبة، هذه القصص. انتهينا من الفيزيائية، مخبيلكوا هيك سؤال سؤالين للأخير. اليوم رح نبدأ بالهندسية، والحصة الجاي، والحصة اللي بعدها، والحصة اللي بعدها، أوف 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 أوف. أربع حصص. ليش؟ أصعب درس. اللي بتقن الهندسية بتقن كل إشي، الهندسية المماس وما المماس وإلى آخره. بس أخلصها بكون خلصت الوحدة الأولى. إذا كان الأشياء اللي حكيت ممكن أنها تتأجل أو تلغى من الوزارة، راحت راحت، لا والله هنا بناخدها. بعد ما ننهي نهاية الأسبوع القادم راح يكون عندنا امتحان إلكتروني على المنصة في الوحدة الأولى والتطبيقات الفيزيائية والهندسية وما شابها. امتحان إلكتروني على المنصة إلكو وللكل ولكل حادث حديث. هاي الملاحظة الثالثة كانت. إذا الأشياء المؤجلة أنا مش لاغيها ولا ناسيها. اثنين، اللي بدنا ننتبه له شو اللي عمالنا بناخده وكيف بدنا نخلصه. ثلاثة، في ختامها سيكون هناك امتحان خاص فينا، بس امتحان راح أنوع فيه ما بين الجدية والفخامة وأكيد بإذن الله تعالى والشمولية. طيب، لذلك اللي تكثر أسئلتهم طولوا بالكم. بعدين أنا عم بستفيد والله كثير من امتحانات المدارس حتى المبالغ فيها. بصير يعرف بعض الطلاب والطالبات إنه هذا إشي زيادة عن اللزوم ما بلزمنا، عشان لأنه في ناس بصير يدور لي على مصادر عجيبة. هذا هذا شوف معانا بس أنا خربطت فيه. ليش يا أستاذ؟ لأنه من يتعلم الشيء شيء، ومن يتعلم الشيء ثم يتعلم الامتحانات هو اللي بدنا نشتغل عليه. صلينا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. بداية احنا دخلنا بشهر ربيع الثاني، شهر مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر طيب ومبارك، وياريت تكونوا كلكم في هذا الشهر تتحلوا بالإيمان والطهارة والنقاء والصبر والعزيمة،
وإن شاء الله يا رب بصير أشوف ناس منكم مبدع. في ناس عماله بقدم امتحانات المدرسة بتألق فيها، في ناس عم بيعاني، هذا صح وهذا صح. اللي عم بتألق ممتاز، واللي عم بيعاني نستفيد من المعاناة. ملاحظة أخيرة ختامية مشان نبدأ درسنا. في الكتاب اللي بين إيديكم كتابنا في أخطاء طباعية متعددة، بس ننتهي من الكتاب. عمالي بجمع من بعض الصبايا والشباب وين في ملاحظات، خطأ رقمي هون، خطأ إشارة هون إلى آخره، وتصويبها رح أنزلكم إياه بورقة على ملفات الدورة بعد ما أحكي في الحصة الأخيرة اللي بنختم فيها الكتاب هذه الأسئلة، هذا السؤال في السطر كذا، الخطأ كذا وتصويبه كذا، الخطأ كذا وتصويبه كذا. أظن هيك الاستفسارات المتكررة حصلت. اللي عندهم اليوم استفسارات فيكو وأسئلة في نهاية الحصة إن شاء الله راح أفسح المجال للجميع. شو قصة التطبيقات الهندسية؟ ليش أنت بتقول عنها صعبة؟ ما حسينا عنها صعبة. الفكرة فيها إنه الكتاب، كتاب المدرسي، طرحها بطريقة بتخليها تبين إنه التركيز على المشتقة، كيف أنا بقدر أشتق؟ طب ما أنتم بتقدروا تشتقوا، خلص يا أستاذ بسيطة. لا، هو طرحها بطريقة إنه كيف إحنا بدنا نشتق الأنواع المختلفة أجت خلال الوحدة، بس أنا بدي أطرحها بطريقة ثانية، مش كيف تكون تشتقوا، نعرفكم تشتقوا، ضمنانكم تشتقوا، كيف بدنا نتعامل مع محتوى السؤال. وحتى أضمن هذا الحكي يصير صح لازم أرجع أنا وياكو إلى الوراء، إلى عالم التأسيس. بس ما بدنا نرجع نحضر التأسيس لأني راح ألغي اليوم بعد حصة اليوم، حصة التأسيس السبت راح ألغيهم خلاص وما بعود ألزمهم. طيب شو اللي بدك إياه؟ اللي بدي إياه شو أخذنا بالتاسع والعاشر في الهندسة؟ بعدين لما صرنا أول ثانوي شو أخذنا؟ بعدين أفوت على التوجيه. شو رأيكم؟ خلنا نشوف شو أخذنا في التاسع والعاشر حتى نشوف بعدين كيف بدنا نشتغل. أول إشي أخذته بالتاسع بيني وبينكم، بيني وبينكم، قبل شهرين أخذنا ثلاث شغلات بالتاسع، أنا صرت معلمكم شغلتين منهم. قبل شهرين بالضبط أعطيتكم شغلة كثير بسيطة، أعطيتكم مستقيم متزايد. شو قلتوا لي يوميتها؟ ماله موجب، صح، لأنه متزايد وبالتالي مشتقته موجبة، كلام سليم. بعدين أعطيتكم مستقيم متناقص، قلتوا لي ماله سالب لأنه متناقص، مشتقته سالبة، ممتاز. أعطيتكم مستقيم أفقي، قلتوا ماله صفر، مشتقته صفر، ممتاز. بعدين صرت أعطيكم أشكال متزايد ومتناقص، قال هون المشتقة موجبة، هون المشتقة سالبة، هون المشتقة غير موجودة لأنه رأس مدبب، أما إذا كانت ملساء فالمشتقة هون صفر. كل أخذنا والله الحكي فعليا شرحت لنا يا عم غفوري بهالزمانات إنه المشتقة موجبة للمتزايد لنا. قبل حصتين أيوة جبنا سيرتهم بس بنكهة تانية. قبل حصتين أعطيتكم المتزايد وأعطيتكم نقطتين عليه، 2 و5 و3 و7. أكيد متزايد مشتقته موجبة، بس تعالوا نتذكر شو استفدنا. استفدنا إف 2 تساوي 5 وإف 3 تساوي 7. الصورة والله مزبوط. واستفدنا انه الميل، ايوه، فرق الصادات على فرق السينات، تقولي مزبوط والله. فقام طلع معانا الميل 7 ناقص 5
ثلاثة ناقص اثنين يعني اثنين. طيب هاي الاثنين كانت المشتقة اف برايم الاثنين واف برايم الثلاثة كمان، لأنه كلاهما على نفس الميل جاي. أخذنا هوا بالتاسع يا أستاذ، ها؟ إنه الميل هو فرق دلتا واي على دلتا إكس. إذا كانوا متزايد بيطلع موجب، إذا كانوا متناقص بيطلع سالب. وبالتالي عودة إلى الصف التاسع، أول شغلة أعطونا إياها إذا كان لدينا نقطتين على مستقيم، على طول بنحكي له الميل يساوي واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. تمام. واعطونا كمان انه اذا لدينا مستقيم افقي الميل صفر. تمام. وشفناهم واستخدمناهم، هذول الأساسيات. اللي بيشوف نقطتين وبفكر بقول الله يعطيك العافية، اللي بيشوف افق وبفكر الله يعطيك العافية، اللي بيشوف متزايد بقول الموجب المشتقة موجبة. طبعا عند الرأس المدبب المشتقة غير موجودة، ما راح نحتاجها كثير. في التاسع أعطيناكم شغلة ثانية، حكينا لكم الميل بنعرفه من دلتا واي على دلتا اكس، بنعرف اذا افقي صفر. طب افرض ما اعطاني اياهم، ما بنعرف الميل، قال بنعرفه. اذا اجوا اعطوني مستقيم واعطوني الزاويه اللي مع محور الاكس الموجب، هاي اللي عايدنا اليمين ثيتا، هاي بسموها زاويه الميل، دائما مع محور الاكس الموجب. إذا أعطونا زاوية الميل في قاعدة، أيوة، قال الميل، أيوة، تان اللي كنتوا تسموه بالعربي الظل، تان ثيتا، مش أي شيء ثاني، ما بنفع لا ساين ولا كوساين. يعني إذا أعطوني هاي الزاوية 60 درجة بقول لهم الميل تان 60. كيف بدي أحسب تان 60؟ قال ساين 60 على كوساين 60 طلع جذر الثلاث. طبعا ديروا بالكم لخدعة إذا ضحك علينا، أعطانا قلنا هذا بيعمل زاوية 45 درجة بس مع السين مع الإكسات السالب، وتخوت ليش؟ لازم مع الإكس الموجب. طيب بروح بشوف مكملتها، بطرحها من 180 بصير 135. يعني الميل بتقول لي تان مش 45، 135. وال 135 زاوية في الربع الثاني الظل الثاني لها سالب، بيطلع سالب 1. هذا التاسع. ابن التاسع بترفع على العاشر، يعرف انه الميل دلتا واي على دلتا اكس اذا عنده نقطتين، يعرف انه الميل تان الزاوية اللي على ايده اليمين مع محور اكس الموجب، واذا شافها المستقيم افقي بقول الميل صفر. إذا شافوا رأسي ما كان يعرف لسه إنه الميل غير معرف، واحد على صفر بعرفهاش، بعدين بصير أعرفها لأنه تعمل زاوية 90. بترفع على الولد أو البنت للصف العاشر، أيوة، بعيدوا له الفيلم بحصتين، بصيروا يذكروهم المعلمين والمعلمات، ديروا بالكم إذا عندنا نقطتين، يا أستاذ، لاحظوا كيف بعدكم ضليتوا متذكرينهم، وإذا عندكم أفق صفر، أوكي، ما حدا بيسأل ليش، عارفين. الزاوية بعضنا بحس انه ناسيها. بعدين بتيجي المعلمة او الاستاذ بالصف العاشر، شو بقولوا؟ شو بقولوا؟ قال في اشياء ثانية لمعرفة الميل. اذا اعطوكم متوازيين، هذا يوازي هذا، وكان ميل هذا مثلا 7، قال هذا ميله 7 يا شيخ، قال الله وكيلك. أما إذا كان واحد هيك ميله 7 وجبنا مستقيم بعامده بيعمل زاوية 90 درجة معه، قال هذا ميله مش 7، سالب 1 على 7 بعكسه مع بقلبه. شو يعني؟ قال اسمعوا شو يعني.
لدينا توازي. بيقولش ميل الأول بيساوي ميل الثاني. خلص. طب لدينا تعامد. بتقول لي ميل الأول ما بيساوي ميل الثاني، بيساوي سالب واحد على ميل الثاني. واحد ميله سبعة، سالب واحد على سبعة. بعض المعلمين والمعلمات بيقولوا في التعامد ميل الأول ضرب ميل الثاني بيساوي سالب واحد، وهذا شيء صحيح وطيب. شو؟ قولي صار خمس حالات للميل. في الأول ثانوي هذا كله تاسع، هذا تاسع وعاشر. في الأول ثانوي شو أجوا قالوا لكم؟ ميل أي معادلة تساوي المشتقة الأولى. شو يعني؟ قال اف برايم أو دي واي على دي إكس. أي معادلة بعطيكم إياها بدي ميلها ابن الصف الأول ثانوي بقول لي على طول بشتقها. تدرجنا تاسع عاشر، هي أساسيات. طب كيف أستاذنا نستخدمهم؟ والله مع الصابرين نتذكر قوانينهم. بس أسمع توازي شو؟ قولوا لي الميلين متساويات. بس أسمع تعامد قولوا لي الميل الأول سالب واحد على الميل الثاني. بس أسمع على طول بدي أسمع ردة فعل غيره، بقول غيره. لما بعطونا مستقيم ميله موجب او سالب مش مهم بالنسبة لي، وعطونا المعامد له، هذا مستقيم وهذا العمودي، قالوا زي ما له ميل موجب هذا له ميل سالب، زي ما هذا له نقطة هذا له نقطة، في لهم معادلة. ايوه، قال معادلة المستقيم لها قانون عالمي. خير، قال واي ناقص واي واحد يساوي الميل ام في اكس ناقص اكس واحد، قانون لا يجوز لكائن حي في الكرة الأرضية غيره. وإذا بدنا معادلة العمودي نفس القانون، بس الميل ببطل ام بيصير سالب واحد على الميل في اكس ناقص اكس واحد. هاي تاسع عاشر، هذول اخذناهم بالعاشر. اول ثانوي قلنا بالله لو سمحتوا اذا جانا ميل لمعادله، يعني ما عندي نقطتين، ما عندي مستقيم افقي، ما عندي زاويه، عندي معادله، معادله مشتقه، مشتقه اولى. في شغلات هيك جانبيه على هامش اللعبه. شو هي؟ اسمعوا شوي. يقال انه في محور اكس وفي محور واي، ويقال انه في منحنى بيقطع محور اكس وبيقطع محور واي. عندما يقطع المنحنى محور اكس بتكون واي صفر، بتكون قيمة واي صفر، فيش واي. وعندما يقطع المنحنى محور واي بتكون الاكس صفر. رايت؟ بتقولوا والله بنعرفها يا استاذ. ملاحظة الأخيرة، لسه بعدنا من أسس؟ تقول اللي بعدنا من أسس. عند تقاطع معادلتين، يعني واحد جاي هيك واحد عامل هيك، هي اسمها نقطة التقاطع. على طول بنقول له معادلة الأول يعني الواي تاعته أو الإف إكس تساوي معادلة الثاني، تساوي واي او اف الاكس تبعته.
خليهم هذولا نشوف كيف نستخدمهم. هذا البورد بالنسبة لكم هو المرجع وهو منقول حرفيا ومكتوب حرفيا، يعني ما في داعي حدا يكتبه، بس هيك لما تسمعوه في الكتاب تبعكم. يعني أول صفحة قلت بدنا نأسس هالشغلات اللي إحنا بنحتاجها. طيب أخذنا بالتاسع والله إنه فيه نقطتين، أخذنا فيه زاوية، أخذنا فيه أفق، أخذنا في العاشر إنه نفس هدول، وإذا في توازي نفس الميل، وإذا في تعامد ميل الأول سالب واحد عمل الثاني. وسمعنا بالمعادلة في الأول ثانوي، وسمعنا بالمشتقة ليش، كيف بلش الأول ثانوي، كيف اسمعوا كيف. أنا لما بجيب منحنى وليكن على سبيل المثال FX، هذا المنحنى قد يكون تربيعي، قد يكون تكعيبي، اللهم اجعله خير. إيش نعم أيوة إيش يا شباب صبايا، اوكي ضل ما في مشكله. اذا اجانا منحنى وقفت البشريه عاجزه مئات السنوات من ايجاد الميل، ليش؟ الميل اللي كنا نوجده كله مستقيمات، واي 2 ناقص واي، يعني اذا جبت لكم منحنى وحطيت عليه نقطتين، اجى واحد قال لي بوجد الميل دلتا واي على دلتا اكس، بقول له نعيما صح النوم، هذا بالمستقيمات. طب استاذ ثاني الزاويه، زاويه يا زلمه منحنى. طب افق، المنحنى افقي، يعني خربان الامور على الاخر، لا يصح في المنحنى ايا مما ذكر سابقا. ظلت البشريه عاجزه تماما 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 عن ذلك، لحد ما اجى عالم عربي اسمه البتاني قديم، لأنه هذه الهندسة من أيام اليونانيين القدماء، الميل وما الميل مش شيء جديد. هذا البتاني قال لهم أطلع لكم الميل، قال أطلع بدون ما نثبت، مسامحينكم بالإثبات، قال لهم لو جبتوا لي أي معادلة ساين كوساين إكس تربيع إكس تكعيب، معادلة منحنى مش مستقيم، أنا الميل عبارة عن مشتقة 2 إكس. قلوا تتخوت ليش؟ قلت 2 اكس بتغير، قالهم طبعا ميل المنحنى بتغير حسب النقطة اللي واقع عليه تبع لقيمة اكس، جعلكهم بيني وبينكم. قلت طبعا لو طلع رقم ثابت تقولوا للمالك ضربت، فطلع لهم الميل على انه المشتقة واثبتها. احنا اجينا من الاخر قلنا ميل هذا المنحنى 2 اكس، ليش؟ مشتقته، فاحفظوا على لساني، ميل المنحنى مشتقته، ميل المستقيم مشتقته، إذا معي معادلته. هيك طالب الأول ثانوي بده يتعلم، وببلشوا معنا بالأول ثانوي على قدنا، إكس تربيع وإكس تكعيب وزائد وناقص، هاي طالب الأول ثانوي، لكن عنده ساين ولا عنده كوساين ولا عنده شيء. كمل البتانية، قال له مش بس هيك، لهذا المنحنى، اسمعوا شو في لهذا المنحنى، مماس. قالوا له مماس واحد، قالوا له مماسات كثيرة، بس في عند كل نقطة مماس، هاي النقطة نقطة التماس سر الأسرار. القلب تبع السؤال الهندسي تاعنا إنه في منحنى وفي مماس وفي نقطة تماس، نقطة التماس هاي راح تكون دائما اكس واي او اكس واحد واي واحد. هذا العنوان تبع درسنا، لكل منحنى مماس. هذا المنحنى، هذا المنحنى ميله 2 اكس، هذا المماس ميله، اتفقت كل من على سطح الكرة الأرضية انهم يرمزوا له ام، الحرف ام من العرب، من ميل ميم، الأجانب ترجموا ام، مع انه كلمة ميل ما فيها حرف ام، بالانجليزي سلوب.
بقول مستر بتالي شايفين هذا المنحنى؟ قال له له ميل اثنين اكس وهذا له ميل ام. قال له طيب، قال له مش زي بعض، كل واحد ميله شكل. بس سبحان الله عند نقطة التماس ميل المنحنى يساوي ميل المماس. هاي الجملة القاتلة، ميل المنحنى اللي هو مشتقته مين مكان شو مكان يكون، وميل المماس ام. وكتاب كويرو كتاب الوزارة 20 سؤال يعطيكوا أنواع المنحنيات المختلفة، إيش تربيع وإيش تكعيب وإيش جذر وإيش كسر وإيش ضرب وإيش قسمة وإيش مركب وإيش سلسلة وإيش وسيطية وإيش إيه وإيش لن مخلة. وبالآخر يقول لكم جد ميل المماس، جد معادلة المماس، جد ميل المماس، بس مشان تقولوا له ميل المنحنى يساوي ميل المماس عند نقطة التماس، ميل المنحنى المشتقة وميل المماس إم. يعني هاي توجيهي. أوكي، في نقطة بدكم تنتبهوا لها، إنه الإكس لازم تكون صورتها واي. يعني ما بيصير أقول لكم والله الإكس واحد والواي سبعة. تقول لي ليش أستاذ؟ مالك؟ ليش؟ لما الإكس واحد الواي أربعة. ما بيصير أقول الإكس اثنين والواي خمسة. بقول الإكس اثنين الواي سبعة. يعني اللي بيعرف إكس بيجيب واي صورتها. اللي بيعرف واي بعوضها محل اكس، محل الاكس بيطلع اكس. المهم انه هذا ميله مشتقه والواي صوره اكس، المماس ميله من الان والى الابد ام. وهذا البرواز اللي انتم شايفينه هو قلب الماده تاعتنا. سمعوا معي، ميل المنحنى شو بيساوي؟ اكيد غلط، كل اللي قلته ميل المماس غلط، هذه جريمه، هذه بتوديكوا على 5 سنين توجيهي. استاذ انت حكيت، اعوذ بالله. هاي بتعرفوا اللي بقول لي ميل المنحنى بيساوي ميل المماس، زي اللي لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله بقول لي في آية بالقرآن الكريم بتقول ولا تقربوا الصلاة، هذا كفر دخل الجنة، فيش عندنا آية زي هيك. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مكتملة، ولا تقربوا الصلاة ما تصلوش. واللي بيقول لي ميل المنحنى يساوي ميل المماس دمر علم الهندسة، لازم يقول لي عند نقطة التماس ميل المنحنى يساوي ميل المماس. هل هاي المقدمة النظرية فيها من التأسيس ومن الذكر البسيط شو حكينا بالأول ثانوي؟ خلينا نشوف شو الموضوع عن جد. لسه ما بديت أبدا، كل هاي مقدمة تعرفية، طلعوا كيف. السؤال اللي شفتوه راسمه أنا قبل شوي كتبت لكم إياه على شكل صيغة سؤال. بيجي السؤال هيك، ما معادلة المماس ومعادلة العمودي لمنحنى F X يساوي X تربيع زائد 3 عند النقطة X تساوي 2؟ بتحبوا تطلعوا اليوم تحلوا مسائل هندسة بعيدا عن فكر الكتاب اللي بركز بس على المشتقات، احنا نركز على المحتوى. أكيد كلكم طبعا أكيد بتردوا علي، ما راح أعلمكم شيء بعلمكم شيء للمعلمين، ولكن سيكون لنا بروتوكولنا الخاص. كيف بالمسائل الفيزيائية الحصة الماضية عملنا شباك؟ قلت أيوة إس وفي وإيه، قلت مظبوط. بعدين اللي بدنا إياه بنجيبه بندور على التي. شو رأيكم؟ أنا بحب الطالب في الدرس المماسات الهادي، مش غوغائي المنفعل. إذا كان هادي ورايق زي لاعب كرة القدم الهادي، تيجي اللاعبين اللي عندهم شو بهجم عليهم بكسروه. ببدأ ما بنعجق بالسؤال، والله هذا السؤال على درس المماس، طيب شو؟ بقول لي بدي أروح أرسم رسمة لا لون ولا طعم ولا رائحة، هيك ديكور. أقول له ماذا الدرس بتحدث عن مماس وعمودي؟ استاذ اللي ما برسمها ما هي ببلاش، معلش علامات، هي نوع من ضبط الاندفاع، يعني اضرب بريك اعمل لي اياها. اوكي، هاي نقطه التماس. طيب على طول بس اذكر هاي نقطه التماس بتبدو بالجمله العتيده تاعتي، عند نقطه التماس ميل المنحنى يساوي ميل المماس. حافظين اسماءكم؟ اكثر من اسماءكم بتحفظوها.
ميل المنحنى بدون ما نغلب البشر نشتقه 2x. ميل المماس ام، هاي البرواز تاعنا. من هلا وطالع كل ما بسألكم مين ام، كلمة واحدة جواب ميل المماس. ما بصيرش ام عندنا بالتوجيهي تنكتب لأي ميل إلا ميل المماس. في التاسع والعاشر ام أي ميل، في التوجيه هي ميل المماس، لأنه في ميل منحنى وفي ميل عمودي وفي ميل مستقيم، كل واحد باسمه. يا الله شو أعلمكم اليوم تحترموا الأسماء. ام ميل المماس، التنين اكس ميل المنحنى، بس الاكس هي الاكس هاي نقطة التماس. يعني لما بقول لكم مين اكس تقولوا لي نقطة التماس. طيب عملت البرواز، تقول لي عملت البرواز، بديت بالبروتوكول صح؟ نعم كتبت لك اياه. بعدين بقول لك بعدين تطلع من طرف عينك تحت النص الاولاني شو بعطينا، تقول لي والله معطينا عند النقطة اكس تساوي 2. بقول لك حلو، ايش حلو؟ اللي عنده اكس بيقدر يجيب واي. طيب وبقدر يجيب ام، كيف يعني؟ قال ما هي لما الاكس تساوي 2 الواي عبارة عن اف 2 خير. هي شو خير صورتها؟ صح، يعني الواي لما بعوض اف 2 في 4 و3 7. طب جميل، هي اكس تساوي 2 طلعت لي واي تساوي 7، وفي نفس الوقت بتطلع لي ام. كيف بتطلع لك ام؟ 2 في 2 هي الاكس 2، يعني الام 4. طيب وتقول لي ما هو معروف، شو اللي معروف؟ انه قانون معادلة المماس العالمي واي ناقص واي واحد تساوي ام في اكس ناقص اكس واحد. صحيح، الواي واي دائما، الواي واحد اللي طلعت معنا اللي هي النقطة 7، والام طلع معاي 4، والاكس دائما اكس، الاكس واحد والواي واحد هم النقطة اللي بتكون معنا اللي هي 2. انا شخصيا بحكي عن حالي بحب تكونوا مرتبين. ايوه بتفكوا لي الاقواس وبتخلوا لي واي موضوع القانون. بحبش اللي بيخلي السؤال طعه وقايمه، ولانه مستقيم لازم واي موضوع القانون، زي ايام الضمني استاذ خلي واي موضوع القانون 4 اكس ناقص 8 زائد 7 ناقص 1. هاي المماس، هاي المماس. لاحظ شغلي شو الدرس كله مبني على 3 أحرف اكس واي وام. لما اعطاني الاكس اطول جابت لي الواي والام. السر انا بعطيكم واحد من الثلاثي المرح، بدنا نسميهم الثلاثي المرح، بعطيكوا اكس بتجيبوا لي واي وام، بعطيكوا واي بتجيبوا لي اكس وام، بعطيكوا ام بتجيبوا لي اكس واي، كلها مسبحه وبتفرط. هو البرغي تبعها النقطه ترك كتت. شو هاي النقطه؟ بقول عند النقطه هاي ميل منحنى يساوي ميل المماس، ستجد واحد من القيم الثلاثه معكم، بس مش شرط دائما هيك، مرات هيك. ما خلص السؤال خير، قال بده ما معادله العمودي، هذا اللي بيجي هيك. وكيف هذا معادلة العمودي؟ قال لها قانون. شو القانون؟ نفسه لا راح ولا أجا ولا بغير ولا ببدل. واي ناقص واي واحد بس بدل ام سالب واحد على ام. وبالتالي بيقولوا في العلم ميل المماس ام، ام ميل المماس، ميل العمودي سالب واحد على ام، احفظوهم. ميل المماس ام، ميل العمودي سالب واحد على ام،
حفظ. مال المنحنى؟ مال المنحنى يعني مش لا 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 ما بيض... لا لا مال المنحنى، مال المنحنى مشتقته، ومال المستقيم مشتقته. يعني اذا بدنا معادله العمودي بقول بتكمل توجد معادله العمودي. واي ناقص واي واحد اللي هي 7، سالب واحد على ام على 4 في اكس ناقص 2، برضو واي تساوي موضوع القانون سالب ربع اكس، هي بتصير زائد 2 وزائد 7، بتصير زائد نص و7 7 ونص اللي هي 15 على 2. ارجع اوضح لكم شغله، احفظوا لي معادله المماس 4 اكس ناقص 1، 4 اكس ناقص 1 يعني في الرسم هاي هذا المماس طلع واي تساوي 4 اكس ناقص 1. لاحظوا انه هذا ايش وهذا ايش، كل واحد معادله، هذا ميله 2 اكس، هذا ميله 4 مشتقته مش متساويات، هذا ميله 2 اكس، هذا ميله 4 عند نقطة التماس بتساوي، يعني 2 اكس ما بتساوي 4 الا عند نقطة التماس. فإذا ساوينا 2 اكس بالأربعة بتطلع الاكس 2، ايه استنتجنا نقطة التماس. يعني كيف؟ ايوه يعني كيف؟ جبت لكم اياها على شكل سؤال. جد نقطة التماس، شوف وانا اعطيتكم عند النقطة، جد النقطة بحيث يكون المستقيم واي تساوي 4 اكس ناقص 1 مماس لمنحنى. هلا اللي بده يرسم من باب التوضيح رسمة عشوائية غوغائية ولا لها أي قيمة علاماتية عندي، منيح. واللي ما بده يرسم بلاش، بس اللي بده يبدأ الحل بده يقول لي هيك، عند نقطة التماس ما انعجقت بالسؤال، ميل المنحنى يساوي ميل المماس، وميل المماس عمال على بطال ام، ميل المنحنى مشتقته، اي المنحنى هذا هو المنحنى 2 اكس، يعني طلب النقطة طلب المماس طلب الميل، طلب مين ما يطلب بحط له القانون، ميل المنحنى المشتقة ميل المماس ام، اخذت 3 علامات. طيب قلنا واي تساوي 4 اكس ناقص 1 هو المماس، طيب هو المماس، قل هذا المماس ميله تساوي 4، يعني ام تساوي 4، ليش مشتقته يا شيخ. في ناس بيصيروا يقولوا معامل اكس ماشي، يعني برضو أي معادلة في العالم حتى لو كان مماس بجيب الميل مشتق. طيب يعني ام 4 عوض محل ام 4، طلعت اكس تساوي 2، واللي بيعرف اكس بجيب واي، واي في 2 تطلع 7، اذا نقطة التماس 2 و7. طيب خلص.